أيضا أسرة جامعة بوليتكنيك فلسطين، سواء على مستوى الإداريين، الأكاديميين، الطلاب، أرحب بكم جميعا. ومنذ اليوم الأول باستلامنا لهذه المؤسسة أخذنا على عاتقنا أن نواجه هذا الاحتلال بهذه القدرات. إلى إضافة إلى تبعات التغير المناخي، احتلالا إسرائيليا غاشما تستمر اعتداءاته على البيئة الفلسطينية بجميع مكوناتها وعناصرها بشكل ممنهج ومتعمد. إن حماية البيئة تشكل بالنسبة للحكومة الفلسطينية أولوية وطنية عليا لارتباطها بالأرض ومستقبلها ومصادرها الطبيعية، رفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تعتبر بلادنا من الدول الغنية بهذه المصادر وتوفر آلاف الوظائف وفرص العمل الجديدة. بالتوازي مع تنفيذ الجامعة للبرامج المتعددة، كان العمل على قدم وساق في الكليات المختلفة لمراجعة وتطوير البرامج الأكاديمية وبرامج التدريب التي تركز على بناء شخصية الخريج الريادية من خلال تعزيز المهارات الأكاديمية والإشرافية لكوادر الجامعة الذين نعتز بهم كثيرا. كل ذلك التطور يتحقق ونحن نشهد تطورا موازيا في البنية التحتية، وها هي مواقع الجامعة تشهد حركة عمرانية نشطة، وخلال العام القادم سيتم إضافة عدة آلاف من الأمتار المربعة لمباني حيوية. Absence of one of these partners will cause some kind of instability in the process, or maybe it cannot be worked.